طيب عقب مباراه الهلال هيكون في مساحه وقت شويه لعدد من المباريات المحليه. كلنا عارفين امبارح ان رابطه الانديه اعلنت جوله الاسبوع ال 22 وال 23 وارجعت شويه الحديث عن باقي المباريات لغايه ما يشوف موقف الانديه المصريه في البطولات الافريقيه. يوم 1 ابريل ماتش الاهلي والهلال اللي هيوافق السبت بعد المقبل. يوم 5 ابريل مباراه الاهلي والمحله في الجوله ال 23 للدوري العام. ولكن وقتها هيكون للاهلي اربع مؤجلات: الاتحاد، الاسماعيلي، الجيش، حرس الحدود. وبالتالي في الجوله ال 23 هيكون في اربع مباريات مؤجله للنادي الاهلي. وبعد مباراه المحله هناك اتجاه ان تتلعب مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. المباراه المفروض ده مباراه النهائي لان خلاص لازم تتلعب في شهر ابريل لان تحدد موعد السوبر مع الزمالك يوم 5 مايو في ابو ظبي. المعلومات اللي عندي ان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس هتكون ميعادها في الفتره من 6 ابريل ل 13 ابريل. هنلعب مباراة المحلة 5 ابريل، وبالتالي نقدر نتكلم ان مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر غالبا بنسبة كبيرة هتكون احد ايام 9 او 10 ابريل. ممكن الناس تقول لي ليه بدري قوي تكون المباراة في الميعاد ده؟ الفريق اللي هيواجه الزمالك محتاج ينهي اجراءات السفر والتأشيرات وكل الامور اللوجستية وكمان الدعاية الخاصة بلقاء السوبر امام الزمالك يوم 5 مايو في ابو ظبي. فبالتالي خطة الاهلي الفترة الجاية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة هيكون عندك مباراة الهلال 1 ابريل، تلعب مباراة المحلة في الدوري يوم 5 ابريل، وبعد كده مباراة بيراميدز اللي غالبا هتكون 9 او 10 ابريل، وبعد كده هتبقى في مجموعة من المباريات المحلية للنادي الاهلي في الدوري العام قبل يوم 22 ابريل. 22 ابريل هيكون فيه ايه؟ باذن الله الاهلي يكسب الهلال ويتأهل. 22 ابريل ده موعد الدور ربع النهائي. من 22 ابريل ل 29 ابريل خلال الاسبوع ده مفيش مباريات محليه لان دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا هيتلعب الذهاب 22 ابريل والاياب 29 ابريل. اذا خطه وخريطه المباريات خلال الفتره اللي جايه هتكون ماشيه بالشكل ده، ولكن في امور كتيره جدا بتتوقف على نتيجه مباراه الاهلي والهلال. وزي ما كنت بتكلم ان في شكر وتحيه وتقدير كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي الى سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه وكل الجهات الامنيه والقيادات الامنيه على القرار الرائع اللي صدر بالامس واللي هيكون بارقه امل لعوده الجماهير المصريه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. الامر مش يتعلق بس بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون الحضور الجماهيري مميز في هذه المباراه وتبقى بادره خير وبشره امل ان شاء الله في الفتره اللي جايه لان دي مباراه في دور المجموعات. ما بالك بقى لما تتاهل للادوار النهائيه، تلعب دور الثمانيه، تلعب السيمي فاينل، الفاينل، لسه قرعه طبعا للادوار النهائيه لما تتاهل باذن الله ان شاء الله، لعل وعسى ممكن الفاينل يكون في سكه القرعه يكون عندك في القاهره فتبقى الجماهير ان شاء الله حاضره بسعه اكبر من كده، وده شيء مبشر لو نجحت بنسبه كبيره هينعكس بشكل ايجابي على مباراه الدوري. يعني احنا بنتكلم الدوري حاليا 5000 10000، ممكن بعد كده يحضر 20 ويحضر 30 ونرجع بقى نرجع زي زمان لما كانت الملاعب المصريه كل الملاعب فيها حضور جماهيري خاصة في المحافظات وفي استاد القاهرة في مباريات النادي الأهلي.